صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا ومع أولى فقراتنا لهذا الصباح ومع البحث العلمي. أهمية البحث العلمي يمكن كتار ما بيعرفوها، ولكن البحث العلمي هو السبب في تطور الشعوب، في تدعيم الفكر الإبداعي، في التوصل لكثير من النتائج والنظريات اللي ممكن أنه يدعمها البحث العلمي واللي ممكن أنه يلاقي لها حلول. يمكن كل التفاصيل اللي عايشين فيها في كافة المجالات هي نتاج للبحث العلمي، عمله يعني سابقين من الباحثين والعلماء بدراسات سابقة، وبيجي باحثين آخرين بيكملوا على هذه الدراسات السابقة. عشان هيك يعني يجب الاهتمام بالبحث العلمي، ويمكن دائما بقولوا احنا متهمين في الدول العربية وعم نحكي عن الأردن تحديدا بأنه في عنا ضعف في البحث العلمي. اليوم معنا دكتور حسن المومني وهو مدير مركز اللغات في جامعة الطفيلة التقنية للحديث عن إذا بدنا نسميها هموم البحث العلمي وهموم الباحثين. يمكن في كتير كمان من الباحثين حابين يقوموا ببحوث علمية ولكن بتواجههم تحديات معينة. بدنا نصبح على دكتور حسن. صباح الخير أختي الكساندرا، لك ولأسرة البرنامج المتميز حقيقة في فضاء الإعلام الأردني. يا أهلا وسهلا فيك دكتور حسن. والبحث العلمي دائما بنحكي عن هالموضوع، مشكلة. ويمكن في يعني شكوى حتى من الباحثين لعمل البحوث العلمية، فنحكي هيك بداية بس نبذة سريعة عن أهمية البحث العلمي للأشخاص اللي يمكن ما بيعرفوا أهميته. أكيد البحث العلمي أخت الكساندرا زي ما بتعرفي هو استقصاء حقيقة، إثبات حقيقة، حل مشكلة عن طريق الاستنتاج والاستنباط وطبعا إثبات الشيء بالدليل. البحث العلمي طبعا له أهمية بالغة لأنه هو الذي يدفع الشعوب إلى التحضر وإلى التقدم. مشاكل البحث العلمي عديدة طبعا، ولا يتسع الوقت إيجازها في هذه الدقائق القليلة. صحيح. لكن أنا سأوجز عن مشاكل البحث العلمي وأعطي بعض الحلول المقترحة حول هذا الشيء. أولا مشكلة التمويل، زي ما بتعرفي كل الجامعات الأردنية تعاني مشكلة التمويل، وهي مشكلة صعب جدا طبعا التغلب عليها، لأنه ما يعطى للجامعات الأردنية من التعليم العالي هو قليل جدا. وصندوق البحث العلمي في الجامعات الأردنية ميزانيته متواضعة إذا ما أردنا أن نقوم ببحث علمي متميز. وإحنا بنعرف الأمور المادية بما يخص البحث العلمي نعم مهمة جدا، ما بنقدر انه نستغني عنها، لان في مواد لازم مثلا ممكن اذا بدنا نحكي عن بحوث علمية مختبرات ادوات نعم. صحيح. لكن اعتقد بانه الحل لهذه المشكلة يكمن في تعاون القطاع الخاص، دعم القطاع الخاص للجامعات، لانه لما القطاع الخاص بدعم البحث العلمي فهو يحل مشاكله اصلا، لانه يعود هذا الشيء بالنفع على القطاع الخاص. هلا في العالم كله، في امريكا، في بريطانيا، في اسبانيا، في وريفر، يعني كل الدول تحاول انه تستثمر في البحث العلمي، بتدعم الجامعات، البحث العلمي في الجامعات، على اساس انه هذه توجد بعض الحلول للمشاكل اللي بتواجهها الشركات والقطاع الخاص. فاحنا لازم نغير من تفكيرنا بانه البحث العلمي هو استثمار حقيقي لنا. في كثير من البحوث يمكن اللي قدموها العديد من الباحثين المتميزين، وخاصه يمكن كمان في اعمار صغيره، ولكن يعني ما لقت يمكن هذه البحوث صدى بشكل عام لدراستها لدعمها. أكيد. ايضا اخت الكساندرا في مشكله حقيقيه في البحث العلمي هي صناعه الفكره البحثيه. هذه مشكله طبعا لم يتطرق اليها احد من قبل، لانه ايش بتعني دكتور حسن يعني بصناعه الفكره يجب ان البحثية. نخلق جيل منذ الصغر من المدارس ومرورا في الجامعات نصل بهم الى مستوى ان يكون باحثين. يعني هلا ثقافه البحث العلمي لدينا ثقافه معدومه. روحي على وزاره التربيه والتعليم، وانا بقدر الجهد الشاق اللي ببذلوه في هذا المجال، لانهم بيحاولوا انهم يرسخوا اسس البحث العلمي في مناهج المدرسيه، لكن نحن لحتى هذه اللحظه لم نصل الى مصطلح صناعه الفكره البحثيه اللي انا بطلقه من خلال برنامجك هلا، انه يجب انه نعد جيل يكون عنده فكر بحثي، نجذر هذا الشيء في عقليته بحيث انه الطالب من الصغر من المدارس يكون عنده ايضا اهتمام بالبحث العلمي، يفهم شو البحث العلمي. احنا ممكن نعلم الاطفال في المدارس انهم يعملوا بحث علمي من خلال بعض النشاطات البسيطه على سبيل المثال. انا متاكده انه كثير من الاشخاص يمكن مفهوم البحث العلمي مش وارد عندهم، حتى الطلاب يعني لو نحكي عن البكالوريوس يمكن ما بيسمعوه الا بالدراسات العليا
سواء بالماجستير والدكتوراه، وهذا يعني بحد ذاته زي ما قلت يعني هو ضعف البحث العلمي ضعف. اذا بطلاب المدارس بلشوا فيه. بتعرف في وين المشكله؟ المشكله تكمن في التفكير الناقد. وجلاله الملك حتى في الورقه النقاشيه السابعه اشار بانه وزاره التربيه والجامعات يجب ان يهتموا بالتفكير الناقد. لماذا التفكير الناقد؟ لانه التفكير الناقد هو اساس البحث العلمي. يعني لا يوجد بحث علمي بدون تفكير ناقد. التفكير الناقد هو مبني على الاستنباط، الاستنتاج، الاستدلال، يعني معرفة الروابط ما بين الأشياء. أنا أشك إذا أنا موجود، يعني لما واحد ما بشوف الأشياء ببحث عن إذن الحقيقة. إذا بدنا نلتفت مباشرة للتفكير الناقد في مناهجنا، إحنا الآن نطلب إنه يكون في دور تكاملي بين وزارة التربية والتعليم وما بين الجامعات. صراحة أخي ساندرا، هاي الحلقة اللي موجودة بين الجامعات والوزارة هي حلقة مفقودة، وذاك إحنا نفشل هلا إنه نطلع جيل من الباحثين. لماذا؟ لأنه أصلاً من المدارس ما كان هذا الشيء موجود. وزارة التربية منوطة الآن بأنها تدخل في مناهجها الكثير من أساسيات البحث العلمي للطلاب. يعني إحنا مش لازم نضل ننتظر حتى يصل الطالب للماجستير والدكتوراه حتى نعلمه كيف يكتب بحث. صحيح. هذه نقطة في غاية الأهمية. هلأ أنا ممكن أعلم بعض مهارات تفكير الناقد. أنا أعتقد بأن وزارة التربية بدأت تطبيق مهارات تفكير الناقد، لكن إحنا ضروري أن نفهم الطالب أن البحث العلمي شو هو. البحث العلمي هو عبارة عن أنك تجي تحل مشكلة، تحاول أنك تثبت شيء من خلال الدليل. وذلك احنا ممكن في ممارساتنا البيتيه نعمل هذا الشيء. الاب والام ممكن يكلفوا الولد او البنت بانهم يحاولوا يجدوا حل لمشكله معينه، يبحثوا في هاي المشكله. احنا بندربه من خلال تدريب يومي حياتي، لكن هذا كله في النهايه بنعكس لاحقا ايضا الخيال. الخيال مهم جدا، لانه البحث العلمي مبني على الخيال طبعا. يعني ما في بحث علمي بدون ما يكون في خيال علمي. هلا في امريكا كيف وصلوا للفضاء كانت عباره عن فكره بدات من خيال علمي، فكره خيالية. وبتعرفي والله كل الافلام اللي بنشوفها يمكن هلا هي بنعتبرها انها غير واقعيه. بالزبط. كانت زمان، هلا صارت يعني على ارض الواقع. من الذي وصل الفضاء اولا؟ روسيا وصلت قبل امريكا، لكن عندما امريكا وجدت بان روسيا وصلت قبلها كان الرئيس الامريكي انذاك اجتمع مع كل العلماء وقال لهم انه يجب انه نلتفت للبحث العلمي ونطور البحث العلمي. صح. حتى نصل، وبالذات اهتموا في ونشوف طريقه التعليم. بالزبط. يعني وقتها كان بده يعرف كيف طريقه التعليم للطلاب. في خلل هلا. صحيح. في حلقه مفقوده أنا من الآن عن جد بحكي فيها، إنه في حلقة مفقودة ما بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إحنا بنحكي التعليم العالي والبحث العلمي، يجب إنه وزارة التعليم العالي تنشط هذا الدور البحث العلمي. إحنا ما بدنا فقط إنه يكون عندنا بس صناديق دعم بحث علمي، بدنا ورشات عمل، بدنا يكون في عندنا استراتيجية تكاملية ما بين وزارة التربية وما بين وزارة التعليم العالي، بحيث إنه أنا أضمن بأن الطالب من الكندر جارتن، يعني هلا هو من دخل من الكي جي 2، لازم أضمن إنه هذا في النهاية لما يطلع من الجامعة يجب إنه يكون عنده أدوات البحث العلمي. يعني ممكن حتى دكتور تدخل، إذا يعني عم نحكي عن إنه المنهاج بده وقت وبده تفاصيل معينة، يعني لازم يشتغلوا عليها أكيد. أنا معلم كمان ممكن إنه يشتغلوها كمان بالنشاطات اللامنهجية، تعتبر نشاط لامنهجي يدخل التسلية والفائدة بدون ما يحس الطالب إنه عم بيقوم ببحث علمي، لأنه يمكن مفهوم البحث العلمي يعني كمصطلح هو مصطلح بخوف يمكن، بس هو ممكن يكون بشيء بسيط ومرغب. يعني أنا لو بسمع البحث العلمي زمان لما كنت بالجامعة بنقز، يعني بحث علمي بتحس إنه هو البحث العلمي مبني على النقد. صح. هو أنك تثبتي وجهة نظرك وإلا يصبح تعميما، يعني إذا لم تثبتي أصبح طبعاً. تعميم. هلا أيضا كمان مشكلة كتابة البحث، عندنا مشكلة في كتابة البحث. هلا إحنا كثير في عندنا سمارت سكولرز بصراحة، يعني فينا علماء مميزين على فكرة، لكن أحيانا قد لا تسعفه اللغة، قد لا تسعفه طريقة عكس فكرته للعالم عندما ينشر البحث، وذلك يرفض بحثه من الوهلة الأولى لأنه في مشكلة في كتابة البحث شكليا. يعني بالضبط شكليا. فهذا إشي عمادات البحث العلمي في جامعة الأردنية منوطة بأنها تعمل وركشوبس، سيمينارز، ورشات عمل، ورشات عمل بأنه تثقف هذا الشيء، كيف يوثقوا الدوكيومنتيشن. عندنا مشكلة كبيرة في البحث العلمي. نعم. التوثيق هذا مشكلة كبيرة، وقلنا لازم يكون في عنا يا ألكساندرا مراكز كتابة، رايتنج سنترز. احنا الآن متأخرنا عن الجامعات الخليجية في هذا المجال. الجامعة الوحيدة اللي أنا طبعا بتشرف أنه بنتمي إليها جامعة الطفيلة، هي الجامعة الوحيدة الآن في الأردن اللي أنشأت مركز كتابة رايتنج سنتر. فليش ما تتعمم الفكرة على كل الجامعات بحيث أنه يساعدوا الأكاديميك الفاكولتي الستاف ممبرز أنه يحاولوا الكليات. نعم. يتعلموا بالضبط، يتعلموا أعضاء الكلية بالضبط كيف يكتبوا البحث وكيف يقدموا. أنا معلش عم بترجم
نترجم بس حتى نوضح أكثر الكلمات. أيضا تشكيل مجموعات بحثية أخت إلكساندرا مهمة جدا، العالم كله هلا ماشي على نظام الكولابوريتيف ورك اللي هو العمل الجماعي. ما عاد الآن أنه أنا فقط أحصر حالي في فكرة، إذا بستمع لفكرة أخرى قد تسعف هذه الفكرة فكرتين مجتمعات بأنه يتطوروا ويتبلوروا بطريقة كثير حلوة. هي روح الفريق والعمل ضمن الفريق. وهذا بصراحة إحنا لازم الجامعة الأردنية تتحد مع بعضها بحيث أن يكون في فرق بحثية من جامعة الأردنية الطفيلة، مؤتة، البتراء، الإسراء، كل هذه الجامعات تشتغل في بوتقة واحدة في هيكل واحد. أيضا لازم يكون في عندنا نشر في مجلات علمية عالمية، أو لما نحكي مجلات عالمية هذا أمر مهم جدا، لأنه الذي يقرأ من قبل العلماء الغربيين أكثر هو الذي ينشر في مجلات اللي هي بسموها المجلات الدرجة الأولى. هذه طبعا صحيح أنها صعبة في النشر فيها، لكن أعتقد بأنه إذا إحنا قوينا حالنا في طريقة عكس الفكرة، طريقة أن تكون الفكرة أصيلة، إذا كان اللغة جيدة، إذا كان النقاش للبحث جيد، إذا كان الأدلة اللي إحنا بنقدمها قوية، أعتقد بأنه سنصل إلى النشر في هذا. وفينا باحثين أردنيين نشروا كثير في هذه المجلات. أيضا لازم يكون في عندنا إنشاء مراكز بحثية متخصصة. يعني أنا بصراحة بستغرب أنه كيف لو نأخذ مثلا الإمارات العربية المتحدة مثلا، هلا طلع في عندهم مراكز بحثيه عديده في هذا المجال متخصصه، مركز ابحاث الجيرمنولوجي مثلا اللي هو علم الجراثيم، مركز ابحاث الصيدلي، عندنا بعض الاشياء، لكن لازم نطور ونتوسع في هذا المجال، لانه كل ما كان عندنا مراكز بحثيه متخصصه راح يصير عندنا مخرجات قويه تعود علينا بالفائده، تعود على الوطن، تعود على مسيرتنا، حل مشاكلنا. مثلا على سبيل شوف المشكله المروريه هلا في عمان، ليش ما يكون في عندنا السيفل انجينيرنج اللي هم المهندسين المدنيين؟ ليش ما يعني هم يقدموا حلول لامانه عمان، بدل ما نظل احنا نلقي باللوم على امانه عمان وامانه عمان ما بتقوم في دورها؟ لازم يكون في هذا الشيء في هذا المجال. يمكن احنا صادفنا كثير من الاشخاص اللي ممكن قاموا بابحاث علميه، خاصه مثلا بالبنيه التحتيه، خاصه بالطرق، ولكن يعني احنا زي ما تفضلت اول شيء البحث العلمي مشكلته تبدا من المدرسه بمعرفتنا شو هي البحث العلمي. انا ما بعرف هلا صراحه، ما بدي اتهم الجامعات، ولكن على وقتي كانت يمكن ماده واحده هي كانت اساسيات البحث العلمي، ما زالت وما يعني من بنى عليها، والبحث العلمي هو عالم بحد ذاته، بحر كثير كبير، فيعني اساسيات البحث العلمي لا تعطي شيء. أكيد. لا البحث العلمي بالاضافه زي ما حكيت انه يكون في حدا بيدعم هذا البحث. أكيد. العلمي تمويل. حتى يعني ينفذ ويؤخذ على محمل الجد. أكيد. احنا استضفنا صبية، وبدنا نشكر كمان لما قلت عن القطاع الخاص، كان هناك من القطاع الخاص اللي دعمها وزودها بالأدوات والمختبر اللازم حتى تقوم ببحثها العلمي، لأنه استثمار. هلا القطاع الخاص، صدقا أنا رسالة للقطاع الخاص بأنه كل قرش أنتم بتدفعوا للبحث العلمي سيعود عليكم بالفائدة لاحقا. أيضا مصطلح جديد بدي أطرحه هلا من خلال برنامجك اللي هو تداخلية الحقول البحثية. يعني هلا ما عدنا نحكي إحنا إنه علم الطب بينفصل عن علوم أخرى. يا ريت إنه هاي الثقافة تتجذر عنا هلا. كيف مثلا هلا في إشي بسموه الطب واللغة، في عندك الكوجنيشن والسايكولوجي، في عندك مثلا الدين واللغه، في عندك الدين والطب، يعني صارت الامور تتداخل. يعني الباحث عندنا يجب ان يدرك الان بانه لازم يتعاون مع باحث اخر من حقل اخر ويحاولوا يجدوا نقطه مشتركه كومن جراوند بينهم بحيث انه ينتجوا بحث في هذا المجال، هذا مهم جدا ايضا. صحيح، بس بدي اوضح دكتور حسن، يعني يمكن لكل المشاهدين بيشاهدونا، بحث علمي ليس هو محصور فقط بالعلوم او بالفيزياء والكيمياء، يعني البحث العلمي هو بكافة المجالات الإنسانية، الاقتصادية، العلمية. يعني دائما يمكن هذا، خليني أورد لك شغلة مهمة جدا، الرئيس الأمريكي أوباما في السابق لما طلب من القطاعات الامريكيه يطوروا الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لانه بتعرفي هاي المجالات كثير مهمه على فكره والهندسه طبعاً. لكن حكى لهم بانه يجب ان لا ننسى اللسانيات والادب واللغه وهي الاشياء. ليه؟ لانه المجالات هاي هي بتنعكس على الحياه، على الواقع الحياتي اللي هو الرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسه، لكن هاي بتنمي العقول والفكر. صحيح. فذاك احنا لازم نمشي في مسارين،
في المسارين، فذاك اللي بقلب المشان. أنا حبيت أوضح الفكرة بالضبط، وشكرا لك على توضيحها، لأنه هاي نقطة في غاية الأهمية، بأنه يجب أن نتوسع ونمشي في كل مسارات البحث العلمية في كل الحقول، دون أنه نقصي يعني مجال على طريق مجال آخر ونقول والله أنه هذا هو مجال أقل. طب هل صار هناك مؤتمرات ممكن أنها تجمع بين الشركات الخاصة وبين مثلا الباحثين في عدة مجالات ليعرضوا أبحاثهم ليتناقشوا فيها؟ لم يعني أنا شاركت في 4 مؤتمرات البحث العلمي في الأردن عقدت، لكن للأسف أخت ألكسندرا كل المؤتمرات طلعت في مخرجات وتوصيات ولم نرى لها يعني لم نرى على أرض الواقع ما شيء، فهذا نقطة في غاية سريعا تهمية. دكتور سريعا طبعا أنا اقتراح الآن إني اقتراحين، إنه كل قسم أكاديمي، هاي دعوة لكل الجامعات الأردنية، إنه إذا بدكم تحلوا هاي المشكلة خلوا كل قسم أكاديمي في جامعات يعمل مجلة علمية، بدناش نحكي محكمة لكن مجلة علمية، بحيث إنه الطالب البكالوريوس يستطيع إنه ينشر بحث فيها ويكون متطلب تخرجه، لأنه إذا كان الطالب البكالوريوس عنده متطلب تخرج وهو نشر ورقة بحثية، إحنا منسهل دوره لاحقا في الماجستير والدكتوراه بأنه يصير باحث متميز. لما الطالب يشعر بأنه في متطلب رئيسي عنده أنه لازم ينشر بحث، هذا أمر كثير مهم بالنسبة لنا. أيضا آخر شيء بدي أحكيه نظام التقييم أخت ألكسندرا، نظام التقييم تاعنا ما زال نظام أعتبر بأنه ما زال بديش أحكي عقيم، لكن بدي أقول أنه إحنا لازم نغير هذا النظام. ليش؟ هلأ لما تعطي الطالب امتحان فيرست 20 علامة والسكند 20 علامة و50 فاينل و10 مشاركة، هلأ هذا هو تلقين باختصار، يعني لأنه أنا بطلب من الطالب شو اللي أعطيتك إياه تعطيني إياه في الامتحانات. لا أوقات كثير بتنشوا الفيرست والسكند وبركزوا على الفاينل ولك 50 علامة، خلينا نغير هاي المنهجية، لازم في تكاملية، نعمل 30 علامة أو 20 علامة للبحث في كل مادة. صحيح. للدكتور بيعطيها بحيث أنه نحفز الطالب أنه يصير فكرة البحث بالنسبة له مألوفة، وهون إحنا بنكون طبعا يعني حطينا على الخطى الصحيحة في هذا المجال 100%. شكرا لك دكتور حسن المومني مدير مركز اللغات في جامعة الطفيلة التقنية، يعني أمنياتنا لكم بالتوفيق، أمنياتنا للباحثين ولجامعاتنا الأردنية التوفيق بموضوع خاصة البحث العلمي، إن شاء الله نشوف باحثين وبحوث أيضا نقدر أنه كمان نطبقها على أرض الواقع. أهلا وسهلا فيك. Thank you.